إخواني أخواتي متتبعي قناة أبارتمون فاس، كنرحب بكم من جديد. قناة أبارتمون فاس كتواجد الآن بحي طريق، غادي نشاهدوا واحد الطابق الثاني اللي كيتواجد في الار بليس دو على بركة الله. هذا الطابق الثاني اللي فيه 144 متر. يا بسم الله، كندخلوا مباشرة، كنجبروا هاد الكليسة هذه بحال السيجور كيف ما كتشوفوا معايا الدخيلة ديالها. فيها صالون كبير ماروكان وجوج ديال السيجورات. السيجور الاول هو هذا اللي قبلتنا، بالاضافه لهذا اللي انفاس مع الباب. كيف ما كتشوفوا معايا اخواني المشاهدين الكرام، الصبغه ديال الياقوته اللي هي العنبره هذه. فيها اربعه ديال البيوت، جوج ديال الفرصادات، كيف ما قلت لكم انها كتواجد بطريق عين شقف مدينه فاس. لا اسمحوا لي، الطريق في حي طارق. هذا سيجور واحد اخر اللي الاطلاله ديالها كامله جايه على الشارع، غير بيت واحد اللي جاي على لاكور. فيها اربعه ديال البيوت كيف ما كتشاهدوا معايا، الصالونات فيها كبار. هذه الواجهه الثانيه ديال السيجورات بجوج. كيف ما كتشوفوا معايا السقف، هذا الطابق الثاني من بعد الاول. غنشاهدوا اخوتي الصالون، الصالون اللي فيه ثلاثه ديال السراجم كيف ما كتشوفوا ان الاضاءه واضحه. كيفما كتشاهدوا معايا لا موزيك كاين في الارض، والصالون خوتي هو هذا. كيفما قلت لكم انها فيها جوج ديال الفراصد، فرصاده جايه على الطريق واخرى كذلك تهي على الطريق. كيفما كتشوفوا معايا القبص ديال السقف ديال الصالون، والصالون كبير. غادي نمشيو خوتي نشاهدو كذلك البيوت بربعة والكوزينة بإذن الله. كاينين خوتي جوج ديال البيوت في الدخيله ديال الباب ملي كنجيو ندخلو على يدينا اليمين، يعني من هنا منين دخلنا هذه هي الدخيله، وكاينين جوج البيوت وعاد جوج بيوت اخرين بالجهه الثانيه. هذا البيت الاول اللي غادي نشاهدوه، كيف ما كتشوفوا دابا الصيف الناس هازين الفراش. هذا بيت ما فيهش البلاكار، هذا هو اللي قلت لكم الاطلاله ديالو على لاكور. ها الاطلاله ديالو جاي على لاكورات، الفراش عاد ضربه. مية وربعة وربعين متر في التيتر. نشاهدوا البيت الثاني، وكاين ما بين البيوت كاين حمام. هذا البيت الثاني اللي هاز جوج ديال النوامس، حتى هو عنده نفس الاطلاله ديال الصالون
والسيجور، فيه بلاكار كبير كيف ما كتشوفوا معايا اخوتي، بلاكار وكاين كيف ما قلت لكم بينات هاد البيوتا بجوج كاين حمام، واحد الحمام وفيه تواليت ولافابو، وكذلك السيده دايره فيها لانستالاسيون ديال الماكينه ديال الصابون، كل واحد يعني شنو بغى يدير، اللي كان بغى يزولها يزولها واللي بغى يخليها يخليها. شو مباشره اخواني شاهدوا البيوتا الاخرى، غادي نتوجهوا مباشره للبيوتا بجوج هما هادو اللي كاين بيناتهم الكوزينه، وكاين حمام اسمحوا لي الفاسك هنا وتواليت. الفاسك هو هذا اللي بالمرايه ديالو، بالاضافه لواحد كان صغيره من الفوق او مسطرح حنا تنقولوا راه. هذه التواليت بوحده هنا. غنشاهدوا البيت الثالث، هذا هو البيت الثالث، هذا الواجهة الأخرى كيف ما كتشوفوا البيت كبير إخواني المشاهدين، حتى هو عنده السرج من الإطلالة ديالو جاية على الشارع. كيف ما قلت لكم هذه جوج ديال الفريزدات، فيه هذا بلاكار الناس داروا له قسموه داروا فيه التلفازة، هذه ار بلس 2 ديما كنكررها مدينة فاس، حيت العديد من الناس تيقول لك ذكري لنا المدينة. هذا هنايا بيت ثاني، هذا البيت هذا صغير، السيدة حاطة فيه الثلاجة وكونجيلاتور وكل واحد شنو بغى يخدمو. هذا البيت الرابع بالإضافة للبلاكار ديالو، هو عنده حتى هو نفس الإطلالة على لاكور. خوتي هذه الكوزينة، الكوزينة اللي فيها بلاكارات من الفوق وبلاكارات من التحت، عندها بالكو، كيف ما قلت لكم خوتي فيها 144 متر. البالكو ديالها هو هذا، في لاستالاسيون ديال الشوفو، بالإضافة الإطلالة ديالو حتى هو جاي على لاكور. إخواني أخواتي كيف ما شاهدتوا معايا هاد الشقة هذه اللي كتواجد في الطابق الثاني، يعني ار بليس دو وهي الطابق الثاني، المساحة ديالها اللي 144 متر في التيتر. كيف ما شاهدتوها فيها أربعة ديال البيوت، صالون كبير، جوج ديال السيجورات، وكذلك الكوزينة والبالكون ديال الكوزينة. إخواني أخواتي إلى نالت الإعجاب ديالكم هاد الشقة اللي كتواجد بحي طارق، ما عليكم إلا اتصلوا بنا وبغيتو تجيو تشوفوها وتعلمونا في أي وقت، مرحبا وألف مرحبا. الثمن ديال هاد الشقة هادي 70 مليون قابلة للتفاوض.
نعاود نذكر بالثمن ديالها اللي هو 70 مليون قابلة للتفاوض. خوتي كيف ما قلت لكم كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، واللي بغى هذا الموقع هذا مرحبا والف مرحبا والف مرحبا يتصل بنا. اخواني المستمعين الكرام والمشاهدين الكرام، ما تنساوش تدعمونا باللايكات ديالكم وبالتعليقات ديالكم، وكنتمنى انكم تبارطاجيو مع الناس ومع العائله. كنتمنى هاد قناه ابارتمون فاس تكون نايله الاعجاب ديالكم، وكنشكركم اخواني اخواتي المتتابعين جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.